الحيوانات التي تزرع في المتاحف والمعابد. يعني السؤال يعني ما هو حكم وضعها؟ نعم. اي نعم. كنا عاصمة السؤال. وانت تقرا لي السؤال. نعم. الجوار إذا وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قبل الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك رأسا، إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن يوضع إلى طريقة مثلا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبغ وتجمد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة، فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسبب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو متجمد الأعصاب، يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك كاعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك مما نهى الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب. وش عمل في البيت؟ وش عمل المتحف؟ هذا هو الملف الإلكتروني في البيت. ليس له علاقة بالملائكة أو غير ذلك. المتحف من الصور. نعم.